من جانبهم أولياء وتلاميذ والأساتذة ثمنوا قرار غلق المدارس والجامعات وتوقيف الدراسة بمختلف المؤسسات التربوية كإجراء احترازي من انتشار فيروس كورونا إلى غاية أفريل. من قرار رئيس الجمهورية، لأنه ما كانش من الوالدين ولا أولياء الأمر ما يهمهمش الأمر هذا، وهذا وباء أخي الكريم، وأنا أنا أول واحد اللي فرحت بهذا القرار، لأنه رانا في ظرف طارئ وماذا بينا ولادنا يكونوا بخير إن شاء الله. زميلي غادي يكمل الاختبار تاعو، كيفاه راه يكمل الاختبار تاعو؟ كيفاه راه يكمل الاختبار يا رحم والديك؟ هو العطلة ما تهزها درك من الأساس من نهار تاع اليوم، والعطلة مازال ما كملوهاش. وكيفاه راه يعدوا الاختبار تاعهم؟ لحد الآن خلصنا الامتحانات وبقات بعض الرتوشات الأخيرة، ونطمئن الأولياء أنه في القريب العاجل، يعني كأقصى تقدير اليوم الخميس أو كأقصى تقدير يوم الأحد إن شاء الله تسلم الدفاتر إلى جميع التلاميذ.